السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مش غير قلنا ليس لها دواء، الناس يتحبطوا. لا ابدا، فهذه حقيقة لا يمكن ان ننكرها، ولا يمكن ان نكذب على الناس ولا نجاملهم. كاين بعض المرات نجاملهم في بعض الامراض، نقول لهم رشي بس ما كاين رغد تعالج. نعم، ولكن كاين اشياء غادي يبقى، علاش؟ لان قلت بحال ما كباش ما يبقاوش الناس يقلبوا على العلاج ويبقاو يديروا اي علاج، لا من ناحيه الاعشاب ولا من ناحيه الطب يعني. واكثر من ذلك الا مشاو حتى خذوا بعض الاعشاب ربما تزاد الثعلبه. حس دكتوره، واحد السيده بدون ذكر اسمها يعني قامت بالعديد من التحاليل، بالعديد من حتى لسعه النحل حتى الحجامه. نعم. ولكن ما زالت هي هي. علاش قلنا الناس ما كاينش العلاج؟ باش ما يتهوروش، باش ما يبقاوش يعملوا اي علاج. حتى في غذائها غيرته. لا الغذاء، نعم، غادي يهلكوا رسوم الناس، غادي يهلكوا، غتبقى تقلب على العلاج وغادا تعقد من هذاك تساقط الشعر وغادا ترمي راسها للتهلكه، غادي تولي عندها امراض اخرى. يعني خص الناس يعرفوا هذه القضيه. هلا ذكرت حتى بنيتها اصبحت ضعيفه. احسن طريقه هي الكلينس، هي غسل الجسم، ديتوكسيفيكاسيون. غسل الجسم، معنى غسل الجسم هو اولا الشخص يعمل بعد واحد نظام غذائي نباتي طبيعي. علاش كنزولوا اللحوم؟ لان ما كنضمنوش الجوده ديالها انها تكون طبيعيه. علاش كنزولوا اللحوم؟ اللحوم ما كان السمك تاكلو، اللحوم لا نسمح بها ولا نناقش الامر ديال اللحوم، لان لا يمكن ان نضمن نوع من اللحوم انه غادي يعني. الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي بجميع انواع اللحوم، باش نكونوا واضحين. السمك تاكل مره سمك، الا كان نظام فيه خضر وفواكه. الناس غادي نقولوا لنا راه كاين المبيدات، ولكن الاثار ديال المبيدات كنقولوا حنا دي تراس دي ريزيدو كنسميو حنا ديال البيستيسيد، هادو غادي يكونوا دي تراس. ربما الا بقاو لنا غير هاد شويه ديال المبيدات، ولا كان حتى ترشيد المبيدات، حنا ما غاديش نسمحوا بالمبيدات وما غنقولوش الناس ياكلوا المبيدات، لا. ولكن لان الان السوق هادشي اللي فيها على الاقل يتفاداو الناس، وحتى المستهلك يضغط شويه على المنتج باش ينقص من هذيك الكميه المبيدات. وخا الثمن يرتفع بس 5% أنا، ولكن ما يرتفعش ب 500%. كلشي الناس دابا كيكذبوا على الناس، يقول لهم عندنا البيو، ما عرفش انا هذا البيو اللي جابوا. انما السماد ما كاينش السماد بيو في المغرب، حتى الغبار ديال الحيوانات فيه البيستيسيدات ديال التمن ديال القمح اللي كيرشوه. بغاو الخبره، حنا موجودين، بغاو يبقاو ماركتين، ولكن بيو ما كايناش. ويعني ملي كنشوف مثلا منتوجات مستورده فيها سوجا بيو، انا كنتعجب، ما عرفتش انا هاد البيو هادي فين كاينه. هذا كذب علينا، ما عرفتش انا فين كاينه، ما عرفتش الغلبه فين. الا جا غير التلوث ديال الراديياسيون، التلوث ديال البروتون اللي كاينين في التربو ديال الغبار اللي كاين في هذا سميتو عليه البولان، البولينيزاسيون، كروازمون ديال البولين، ما عرفتش انا هاد البيو منين جا. طاير في الهواء. انما لا قالوا بيو ب 10% و 20 نقبلوها، ماشي مثلا فوق بيو 20% نقبلوها. وكلمه بيو ما خصهاش تكون في المغرب، نتكلموا على البلدي اللي مسقي بالماء ديال البير اللي مديور ليه الغبار وصافي وكفى فقط. دابا الغريب، انما الا زيد الثمن ديال الشيء ب 500 ضعف الثمن لانه بيو، هذا انا لا اقبله فقط. دكتور الغريب، انا واحد المفارقه كنلقاو مثلا هاد المنتوجات البيو تسقى بماء البير وما كنعملوا لهاش المبيدات، وكنلقاو الانسان اللي كينتج بالمبيدات وكيصرف عليها اموال، هذيك اللي بيو راه غاليه الثمن اكثر من هذاك السيد اللي صرف عليها الاموال. نعم. ما فهمتش انا علاش هذيك بيو غاليه، مع العلم اننا ما صرفناش عليها. نعم. حتى حاجه غير الزريعه. نعم. وذاك السيد اللي صرف يعني الاموال في المبيدات، لان المستهلك هو الذي صرف في هذا الفخ. نعم. المستهلك هو المشكل ماشي المنتج. نعم اكيد، لان عندنا انواع الخضر الان في المغرب. نعم. لا تحتاج مبيدات، وعندنا الزريعه ديالها، لان البذور، هاد الناس اللي كيقولوا بيو منين جابوا البذور، بعدا يورونا منين جابوهم بعدا. نعم. اللي غادي يجيبوا البذور اولا هذا، ثم نعم منين غايجيبوا البذور، ما عرفتش انا منين غايجيبوا البذور. هاد القضيه هذه ديال الامراض، من الثعلبه، من الذئب الحمامي، من مرض بيسات، من السرطانات، من الحساسيه، من الربو، من الكرون، من المسائل هذه ممنوع منعا كليا المواد الصناعيه على هاد الناس. نعم. ممنوع منعا كليا، لا يمكن. الاشياء اللي ما يقدروش عليها الناس هما انهم نمط العيش ديالهم يردوا ليه البال، ما يتهوروش في التغذيه. هو الاسباب في هاد الامراض. ولكن اللي قدروا عليها هما كيبقاو يقلبوا على علاجات باهظه الثمن. نعم. هنا فين كاين التناقض، كيخسروا الاموال الباهظه. يعني زعما، لان ممكن هو يسوي الامر ديالو في داره، ممكن يتسوى الامور يعني ببساطه. اذا دكتور لو سمحتي غنقاطعك، رغم ان يعني انا جعلتك تنفعل. لان الكلينس، لان العلاج ديال الثعلبه ماشي علاج، لان هذه ضروريه للثعلبه.
هو الكلينس يعني الديتوكس ديتوكسيفيكاسيون الغسل بالنسبه للاخوان الاطباء ديتوكسيفيكاسيون اللي عندهم الثعلبه يديروا ديتوكس ديتوكس معروف كيدار بالماء مفلتر ولا ماء معدني ولا ماء يعني مغلى ولا مصفى ولا ديستيلي كيتعمل بالماء بشرب الماء بكثره وكيتعمل مجهودات طبيعيه والخضر طازجه مطحونه عصير الخضر وعصير الفواكه والاوراق الخضراء والمسائل هذه ويكون واحد النظام فيه الكلوروفايل ولا بغاو يزيدوا بعض الاشياء مثل حمض الاوميغا 3 ومثل فيتامينات علاش لا هذه البنيه هذه تاخذ بعض المنتوجات للمضادات حتى ولو شريتهم من الصيدليه ماشي مشكل كمكملات بحال المضادات للاكسده تشري كبسولات ديال المضادات للاكسده كاين عندهم في فرنسا بحال غذاء الملكات رويال جولي هادو جولي رويال عندهم غذاء الملكات كتباع في يعني هادو دي زامبول كاينين هاد الزجاجيه تاخذ مع الجينزين تاخذ يعني هذه غذاء ملكات وتاخذ بروبوليس عندهم في فرنسا بروبوليس مسائل تاخذ سائل احسن وتاخذ دي بولن عندهم بولن فرنسا جيد فري يعني فريش وتاخذ الكلوروفايل كاين الكلوريلا كاين سبيريلينا هذه واحد الطحالب بحريه هذو كل منتوجات موجودين كيتباعوا عندهم في فرنسا في الصيدليات تاخذ الحمض الاوميغا 3 البروبوليس غذاء الملكات بولن فريش بولن الا كان طري وتاخذ يعني الكلوريلا سبيريلين تاخذ الكلوروفايل تشري كاع الكلوروفايل هذه منتوجات جيده ثم بعد المعادن اللي مزيانين لا بحال فيتامين سي تاخذ حمض الفوليك حمض الفوليك ما محتاجهش انا موجود في القطاني والخضار موجود بكثره حمض الفوليك ماشي مشكل لكن الا تناولت شويه زنك تاخذ شويه زنك مع فيتامين ب 6 يكون جيد هذه الطريقه هذه تعملها وتعمل رياضه وتعمل صونا تعمل رياضه وتعمل صونا والاكل دير واحد الشراب هاد البنت هادي جميع ماشي غير هاد البنت حتى في المغرب الا الناس عندهم هاد المنتوجات ولا حتى في جميع المناطق العالم يعني هذا يعني هادو ياخذوا شراب كما قلت يعني قبل قليل عصير الخضر عصير الفواكه طريه كثروا من عصير الخضر عصير الفواكه ثم ياخذوا هذا الزعفران الحر شعره صفران زعفران شعره يشربوه تقريبا 0.5 غرام في اليوم حتى الغرام ماشي مشكل ماده طبيعيه يروى غالي شويه باهي الثمن ياخذوا هذا الشراب ديال الزعفران الحر مع الماء إذا زادوا معاه الكركم جيد الخرقوم بلدينيت الكركم باش ياخذوهم بجوجهم الحمض الاوميغا 3 الا كانوا ياكلوا سمك جيد زريعه الكتان جيد اللوز جيد القرقع جيد كلشي هاد الاشياء مزيانه ثم هاد الزعفران هاد الزعفران هذا الا كان يديروا به واحد الطلاء على الراس كذلك زعفران ومع غذاء الملكات يتخلط مع شويه غذاء الملكات وبروبوليس ويعملوا واحد الطلاء ماسك على الراس ديالهم ويخليه واحد ساعتين هذا جيد ان هذه المنتوجات كلها طبيعيه ما غادي انا ما عمرني عطيت وصفه وكنت وعدت الناس ما نعطيش وصفه ولكن كنعرف الحاله النفسيه ديال هاد الناس كنعرف نعم كنعرف الحاله النفسيه وكنعرف هذا السيتنا هذا فلا باس غير ما يشريوش هاد المسائل ويعملوها هما وإلا لقاوها موجودة ما يشريوهاش لأننا كنعرف بأن شي وحدين دابا غادي يبداو يخلطوا يبداو يبيعوا للناس وهذا غادي يكذبوا على الناس علاش أنا قلت لهاد السيدة في فرنسا علاش لأن عندهم منتوجات مضمونة يعني غذاء الملكات كيتباع في الصيدليات نعم عندهم غذاء الملكات كيتباع في الصيدليات عندهم حمض الأوميغا 3 كيتباع في الصيدليات وعندهم بروبوليس يعني وايتمنت كتباع المغرب ما موجوداش فيه المغرب بروبوليس سائلة غير موجودة وحتى إلا جابوها للمغرب هي ما غاداش تصلح الأشياء كثيرة علاش لأن ما غاداش تكون بنفس الطريقة الاستعمال ديالها ما غاديش يعرفوا ليه الناس ليس اي شخص يعالج الان منتوجات النحل ليس اي شخص انا اقول ليس اي شخص والناس الان اللي كيستعملوا منتوجات النحل الناس لا يعلمون شيئا كاع في هذا الميدان لا يعلمون شيئا ربما بعد لا 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 ساعة النحل لا لا ساعة النحل هذا تهور هذا تهور يعني كاين اللي ينصحوهم بهذا لا لا ساعة حد الامريكيين استخرجوا سم النحل عندهم سم النحل خالص وما قدروش يحقنوا للناس